هل يجوز هز الرأس أو الجسم عند الاستماع أو عند قراءة القرآن الكريم تعجبا من كلام الله عز وجل؟ هذا خلاف السنة، لأن السنة عند تلاوة القرآن السكينة والخشوع والإنصات لكلام الله جل وعلا. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والحركة أو هز الرأس أو هز الجسم هذا ليس من هدي السلف الصالح، بل ذكر بعضهم أنه من هدي النصارى عند تلاوة كتابهم، فيكون فيه تشبه بهم. نعم.